هذه هي نبتة القراص، أو ما نسميه نحن في المغرب بحريقة، وتنتمي إلى فصيلة الأعشاب النافعة للإنسان، رغم أن بعض الدول كفرنسا تعتبرها من النباتات الضارة، إلا أن بعض العلماء في مجال التغذية بعض الدراسات تثبت بأنها عشبة مفيدة ولها خصائص شفائية مذهلة وشفاء لعدة أمراض. والمعروف على أن هذه النبتة لها أشواق دقيقة وتحرق الإنسان أو تحرق جسم الإنسان إذا لمسها، بسبب وجود أشواك دقيقة وعصارة عندما تفرزها تسبب ألم لليد. سنقوم في هذه الحصة بالتعرف على نبتة الحراق كمغذي طبيعي وفي نفس الوقت مبيد، رغم أن الزراعة المستدامة نحن فيها لا نستعمل المبيدات ولا نقتل الحشرات، إلا أن الإنسان ممكن أن يلجأ أحيانا المبيد الطبيعي ليقاوم بعض الحشرات، مثلا كالنمل. الفيديوهات المقبلة إن شاء الله سنتناول هذه النبتة أو هذه العشبة ومنافعها المذهلة للإنسان. هذه هي اللي كنقولوا لها النقرص، او حنا اللي كنقولوا لها الدارجه ديالنا الحريقه. ديال النقرص هي هذه، هي مفيده جدا للغرس. الا بغى الانسان يعالج الغرس ديالو بطريقه طبيعيه بدون ما يستعمل المبيدات، كيلجأ لها الطريقه هذه. كيجيب اولا الحريقه وكيغسلها مزيان، كنعمروا الماء عليها حتى تغطى كامله. هذا الماء هذا غادي نبقى نستعملوه كمبيد طبيعي وفي نفس الوقت مغذي للنباتات. اذا الحريقه اللي خدينا كنديروها في واحد برميل من البلاستيك، كنعمروا بالماء وكنغطيوها بهذه الشبكه هذه باش نخليو الهواء، لان الهواء هو اللي يقوم بالعمل ديالو في صنع هذه الماده الحيويه اللي قلنا انها نافعه للغرس وفي نفس الوقت هي كتقوم مقام المبيد، وهو مبيد طبيعي. وكنقوم كل يومين 3 ايام بالتحريك ديالو بهذا الشكل، هذا كنحركوه بهذا الشكل، وكنلاحظوا بانه كتنبعث منه واحد الرائحه ديال تعفن الحريقه مع الماء. كنبقاو نخلطوا بهذا الشكل هذا، وكتبقى هذه العمليه هذه في التكوين لمده شهر. بعد شهر كنصفيو هذا الماء هذا وكنستعملوه، قلنا لعمليتين. كنستعمل العمليه الاولى مغذي للاشجار ولجميع النباتات المختلفه، وكنستعملوه في العمليه الثانيه كمبيد حشري. لماذا نستعمل الحريقه كمغذي للنباتات؟ لانها تحتوي على عده معادن، هي غنيه بمعدن الحديد والكالسيوم وغنية بغاز الأزوت، ولهذا نستعملها كوسيلة هامة لتغذية جميع النباتات وجميع الأشجار، لأنها تحتوي على أزوت بنسبة عالية جدا.
اذا بعد ما كتوصل المده تقريبا ديال شهر، انتما كتلاحظوا بلي درناها ديال الحريقه ولات كونسونطري. ممكن اذا بهذه الطريقه هذه ممكن اللي عنده زراعه الاسطح يبقى يكب بشويه بشويه على المغروسات ديالو، اللي عنده زراعه الاسطح يستافد من هذا الماء هذا ويبقى يكب على المغروسات ديالو بهذا الشكل باش بسرعه كتنمو. وحسن الانسان اللي بغى ياخذ الماده هذه ياخذها بلا ما يحرك، هاد الماء هذا، لان الا حركو كتطلع ديك الماده الخضراء كتكون كتخنق البومبا. فاذا احسن الانسان يستعمل بلا ما يحرك، وطبعا كيبغي تيكب عند الشجر بحال هكايا، تيكب عند الشجر عند الرجلين ديالها بهذا الشكل. يعني ان ممكن الانسان الى ما عندوش ديك البخاخ ممكن ياخذ هذه الماده بحال هكايا ويبقى يكب عند قدم المغرس ديالو او المغارس ديالو الاشجار ولا اي نوع كيكب عند قدم ديالهم. كناخذو تقريبا العبار بحال هذا الشكل، كنديرو واحد الصفايه تكون رقيقه باش ما تدوش واحد التخت ديال ديك الماده ديال الحريقه. يعني كنحاول نديرو تقريبا ثلث، يعني مثلا كاس وثلاثة الكيسان ديال الماء، كاس ثلاثة الكيسان ولا كاس وربعة الكيسان ديال الماء. إذا نشوفو هاد المادة هادي مخصهاش تدوز، لأن مغدوش في التصفية. المادة هادي الخضراء ديال الحريقه ما غدوش في التصفيه. هاد الصفايه هذه مره كنغسلوها، كنحيدوا منها هاد الماده الخضراء درا عمرات.